السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مقاصد. يتنادى علماء الأمة إلى إصلاح واقع المسلمين سعيا للخروج من حالة التردي التي تعيشها الأمة منذ عقود طويلة، وحديث الإصلاح يقود بالضرورة إلى تحرير مفهومه انطلاقا من الرؤية الإسلامية وبيان منهج الإسلام في ذلك ووسائله. فهل ترك الإسلام باب تحديد وسائل الإصلاح وطبيعته مفتوحا للاجتهاد تبعا للزمان والمكان، أم أنه وضع ضوابط لا محيد عنها بشأن هذه الوسائل؟ مشاهدينا الفاضلين، مفهوم الإصلاح موضوع حلقة اليوم من برنامج مقاصد، أهلا بكم. موضوع هذه الحلقة نبحثه مع دكتور محمد أنور البيومي، أستاذ الحديث في جامعة الأزهر. أهلا ومرحبا بكم دكتور. يا مرحبا بكم يا أستاذ جهاد وبإخواننا المشاهدين. دكتور، لا يوجد ربما ركن في هذه الأمة المتسعة الأطراف إلا ويتحدث عن الإصلاح والحاجة إليه، فترى وسائل الإعلام وترى العلماء وترى المؤسسات وترى الحكومات وترى كل شيء يتحدث عن الإصلاح. بداية لابد أن نعرف ما الإصلاح بدلالة المصطلح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد ورحمة الله للعالمين، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين وآل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإصلاح في الحقيقة عمل يترجاه المرء لنفسه ولأمته حينا بعد آخر، وينبغي أن يكون حريصا عليه، حرصه على العافية وحرصه على مطعمه ومشربه وملبسه ومأمنه أو أكثر من ذلك، لأن الإصلاح سواء كان للروح أو للبدن، للفرد أو للجماعة، هو الذي يصون الله عز وجل به حياة الناس ويحفظ بقاءهم به. والإصلاح هو تغيير يقع على الشيء السيء للحسن، فيقع على الشيء السيء فينقله إلى الحسن، فإن كان من الحسن إلى الأحسن فهذا تجويد وليس إصلاح. والإصلاح ضد الإفساد، فهو يتعلق بإزالة المفاسد، ومنه قوله تعالى وأصلحوا ذات بينكم. والإصلاح لا بد له من أولا أن يقر المرء بفساده وأن يحدد نوع الفساد، ثم عليه بعد ذلك أن يحدد وسيلة الإصلاح وآليتها. نعم. الأمة الآن تريد أن تصلح، تصلح ماذا؟ هذا دكتور، هذا ما كنت يعني أريد أن أسألك عنه، كنت أريد أن أسألك عن إذا ما كان الإصلاح ضد الفساد وقد ذكرته، لكن هذا يعني بالضرورة عندما يتنادى المتنادون إلى أو المنادون إلى الإصلاح في الأمة الإسلامية، فهذا يقتضي منطقا أن هناك فساد. نريد أن نعرف الفساد، المشكلة الأساسية التي تعاني منها الأمة التي يتداعى الداعون فيها إلى الإصلاح فيها. رقم واحد في وسيلة في 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 الإصلاح، في مسألة الإصلاح وعملية الإصلاح ومسيرة الإصلاح، رقم واحد فيها أن تقتنع أن عندك فساد، أن عندك فسادا. ثانيا أن تحدد نوعية الفساد. ثالثا أن تحدد آلية، أن تحدد الإصلاح ووسيلته وآليته. لا بد من هذا. إنما الأمة تقول نحن نريد أن نصلح. طب نصلح ماذا؟ هل تريدون أن تصلحوا الجانب العقدي، أم تريدون أن تصلحوا الجانب السياسي، أم الجانب الاقتصادي، أم تريدون أن تصلحوا الجانب الاجتماعي والأخلاقي التربوي، تريدون أن تصلحوا ما أن تصلحوا، أو تريدون أن تصلحوا الجانب الرياضي، الجانب ماذا، الثقافي، ماذا تريدون؟ يعني أين الخلل عندكم يا قوم؟ هل الخلل في غيبة الدين وغيبة الإمام؟ هل الخلل
هل هذه الأنظمة فيها غنى عن وحدة الأمة وعن تماسكها؟ تبدأون كما يقول بعض الناس وتبدأون تأسيس حركة الإصلاح على هذا النمط المختل، حقيقة هذا خلل كبير. فرقم واحد في الإصلاح لابد أن تحدد، أن تقر أن عندك فساد، ثانيا أن تحدد الداء، ثالث تحدد له الدواء، رابعا الآلية تمام. فلذلك أرى والله أعلم يعني أن المسلمين تاهوا في هذه المسألة إلا من رحم الله، اضطربوا فيها اضطرابا شاسع، لأنهم حينما يتكلمون عن الإصلاح بين رجلين، فرجل لا يستحضر فيه شيء. يعني الصوت يتقطع قليلا دكتور محمد، يعني لذلك أنا مضطر أن أتداخل معك لعل يعني ينصلح حال الصوت ونحن نتحدث عن الإصلاح. قبل أن تحدثني عن حاجة الأمة إلى الإصلاح وأنت تحدد المفهوم وتبلوره في كلامك هذا، لكن أنا مهتم أن أعرف منك دكتور والسادة المشاهدين من ورائي بمكمن المشكلة، مكمن الفساد في هذه الأمة. طرحت كثيرا من الأسئلة وربما نحتاج منك إلى جواب، وأنت يعني بطل هذه الحلقة، أن تحدد لنا أين المشكلة تكمن في الأمة قبل أن نتحدث عن حاجتها إلى طبيعة الإصلاح. أيوة نعم، أحسنت، بارك الله فيك يا أستاذ جهاد، ولكن أرجو أن ينصلح الصوت وأن ينصلح التواصل حتى أن يتم الله تبارك وتعالى علينا ما يعني ينعم به سبحانه نرجو وتعالى. ذلك، نرجو ذلك. نقول لابد أن نحدد أولا الداء وأن نحدد الدواء له. الذين يتكلمون في الإصلاح طوائف، الطائفة الأولى قوم يتكلمون عن الإصلاح وهم في معزل عن شريعة الله تبارك وتعالى، فهؤلاء هيهات ثم هيهات ثم هيهات لهم الإصلاح، لأن الله عز وجل لم يجعل إصلاح المسلمين إلا في شريعته، هذه واحدة فليعقل الناس هذا. الثانية أن قوما، الطائفة الثانية أن قوما تستصحب الشريعة لكن تستصحبها بانتقاء واختيار، هي تنتقي منها ما يعني يلائم هواها وما يناسب فكرها وتصورها، سواء كان تصورا صحيحا أو فاسدا. وهؤلاء أيضا لن ينصلح بهم، لن تنصلح بهم دنيا ولن ينتصر بهم دين، لأن الانتقاء في دين الله كعزله تماما، كلاهما سواء. أما الطائفة التي تريد أن تصلح لابد أن تستصحب وحي السماء معها في الحل والترحال والسفر والاستقرار والليل والنهار والصحة والعافية والمرض لابد أن تستصحب وحي السماء معها، لكن على الوجه الذي أراده الله لا على الوجه الذي يقرره الناس، على الوجه الذي أراده الله. ما كان الله، ما ألزم الله به عز وجل فليكن ملزما، وما يعني وسع فيه على الناس فليكن كما أراد الله لا نضيقه، وما خير الله فيه الناس فليختاروا فيه الأقرب إلى إقامة المصلحة الدينية والدنيوية. لذلك هذه يعني هذا لمن أراد أن يصلح. فأرى في الحقيقة أن هذا رقم واحد في غيبة الإصلاح، غيبة الإصلاح أن المصلحين أنفسهم يعني لم يحددوا الداء بعد ولم يحددوا وصيلة الإصلاح. الثاني لو أرادوا أن يصلحوا فعليهم أن يتبعوا التالي كما قررت الشريعة، أن داء الفساد والداء العضال الذي يعني هد بدن الأمة القوي وشتت جمعها هو غيبة الخلافة الراشدة، لأنها من الله هي العاصم للمسلمين من الفرقة، وهي الحافظ لهم من الاختلاف، وهي الذي يعصمهم من كل أسباب الضعف والانهيار. قال الله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فهذه الأمة لا حقيقة لوجودها ولا مظهر لها في غيبة الإمام الراشد،
ولذلك انظر على مر التاريخ، حينما يغيب الإمام الراشد تنعدم معه حقيقة معنى الأمة، الأمة التي يعني إذا اشتكى رأسها تألم له يعني سائر الأعضاء، وإذا اشتكى من بأقصى الجنوب تألم له من بأقصى الشمال. هذه الأمة مع غيبة الإمام الراشد في الحقيقة لا وجود لها، وهي توجد بوجوده. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا، وقال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فمعنى الأمة هنا مرتبط برأسها ومرتبط بخليفة النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمر يعني هو الثاني مرتبط، خيرية الأمة مرتبطة برأسها وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا وجود في حياته، لكن كيف تستدل على أنه مرتبط برأسها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ ايوه، لان انا قلت مرتبط، وجودها مرتبط بوجوده، وصيانتها مرتبط به. اما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فانه قال: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين، ووصفهم بها وقيدهم بهذا الوصف: الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وسئل صلى الله عليه وسلم: ما للخليفة علينا بعدك يا نعم رسول الله؟ قال: كالذي لي عليكم. فحق الخليفة علينا بعد رسول الله كحقه طيب صلى الله عليه وسلم تماما بتمام، إلا أنه لا يوحى طيب إليه حتى وليس معصوما. طيب حتى لا نذهب بموضوع الحلقة بعيدا ويتحول الحديث عن الإمامة، على جلالة ما تقوله دكتور، يعني أنت تحدد أن المشكلة الأساسية في هذه الأمة هي غياب الإمام، صحيح؟ ايوه نعم، غياب طيب الإمام الراشد لابد أن نقيد. طيب جيد، هذا الكلام صار واضحا، غياب الإمام الراشد عن الأمة يقتضي الإصلاح منذ هذا الكلام، يعني ربما يعني منذ مئات السنين الأمة بحاجة إلى الإصلاح، ما طبيعة الإصلاح التي بحاجة له هذه الأمة؟ إعادة الخلافة الراشدة، ولو أنفقت الأمة في سبيل هذا عمرها كله وكل طاقاتها وكل شبابها وكل خيراتها على هذا، والله لكان رخيصا في سبيل هذا، ولكان قليلا في سبيل هذا. إنما الأمة لم ت... يعني ماذا أقول؟ هل أقول لم تفقه يعني درجة الإمام الراشد ومزيته عند الله ومنزلته عند الله ومنزلته في الدين؟ أقول هذا يعني أخشى أن أكون طب دكتور، متجنيا على يعني الناس. هو إقامة الإمام الراشد يعني إصلاح بحد ذاته، أم يجب أن يكون هناك إصلاح في مجالات عدة وصولا إلى التتويج حتى يعني يجهز الإمام الراشد؟ لا لا لا، هذا سنأتي إليه يا أستاذ جهاد حينما نتكلم أن أصل أن الإصلاح له وسيلتان، فأرجو إن خلينا نرجع طيب هذا طيب قليلا. الثانية من سبب الفساد هذا والتردي فساد التصورات، فساد التصورات، ويتلخص هذا في عدة نقاط. النقطة الأولى: إيجاد بدائل لما لا بدائل له في الشرع. يعني العلماء والمفتون والدعاة والمتكلمون باسم رب العالمين وباسم الإسلام يحاولون دائما أن يوجدوا بدائل شرعية لما لا بدائل له شرعية، فلذلك يضل. فمثلا حينما غابت الخلافة الراشدة كان في وجودها الناس يهرعون إلى الخليفة، فهو ظل الله وسلطانه في الأرض، وهو مأوى كل ضعيف وناصر كل مظلوم، واخد بال حضرتك؟ فيهرع الناس إليه كما كانوا يهرعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهرعون إليه في الأزمات والملمات، ويستنجدون به ليقيم فيهم حقيقة الشريعة. فلذلك لما غاب الإمام الراشد، ما البديل له؟ العلماء صرخوا يمينا وشمالا وفي كل واد وناد أن لابد أن يهرع الناس إلى العلماء. من العلماء يا أخي؟ ما ضل الناس إلا حينما هرعوا إلى هؤلاء، ولذلك تشتتت كلماتهم وتمزقت وحدتهم. انظر إليهم في كل واد وناد حزب وجماعة وطائفة وفئة، هؤلاء شافعية وأولئك مالكية، مع أن هؤلاء أئمة نعم وفوق رؤوسنا، إنما لا
والأئمة هؤلاء لو نظروا إلى تعصب الناس لهم لكان لهم قول آخر. انظر إلى الأحزاب الأخرى بعد ذلك، العقدية، أحزاب عقدية، هذا أشعري وهذا حديثي وهذا سني. انظر بعد ذلك إلى الأحزاب الفكرية، هذا إخواني وهذا كذا وهذا سلفي وهذا خلفي، يعني تشتتت الناس. ولذلك مسألة واحدة، ما حكم غلق المساجد في كورونا؟ فيها كم فتوى يا أستاذ جهاد تتصارع مع بعضها، فيها كم قول لكثير من العلماء ينطح كل واحد منهم أخاه. لذلك ستبقى هذه الفوضى لا حل، ليس لها حل إلا أن يأتي الإمام، هو الذي يحدد هنا الداء وينزل له الدواء بإذن الله عز وجل، لأنه رجل عالم مجتهد، ثم إنه رجل راشد مرشود من الله، مهدي موفق. ثم الثالثة أنه لا يتكلم من رأسه، إنما يرجع إلى الأمة وإلى خبراتها وإلى أئمتها وعلمائها، يستنير برأيهم ويستبصر بإرشادهم، ثم هو بعد ذلك مجتهد له رأيه وله نظره. فالإمام لا بديل له، إنما حينما نصنع له بدائل من طائفة من العلماء أو كذا، لا، هذا لا بديل له. ولذلك صدق كثير من الناس هذا الوهم، أن العلماء قد يأتون بدائل للإمام. لا يا أخي، فانتشر الفساد أكثر وعمت الفوضى وأكثر وأكثر، وكلما غاب انتشرت أكثر وأكثر. الثاني أنهم ثابتون على تلك التصورات الفاسدة، لا يريدون أن يتزحزحوا عنها قيد أنملة، حتى لا يعطون لأنفسهم فرصة لمن يريد أن يردهم عن هذا الطريق. طيب، لدينا الكثير لكي نسأل عنه دكتور، يعني بعد الفاصل نريد أن نتحدث معك عن طبيعة الإصلاح الواجب ومن الذي يقوم به وما دوافعه في ذلك، لكن ليس قبل أن نذهب إلى هذا الفاصل القصير. أسعدكم الله معنا في هذه العودة إلى الحديث عن مفهوم الإصلاح مع الدكتور محمد أنور البيومي. دكتور، بداية يعني تحدثت عن تفاصيل كثيرة في المشكلة التي تعاني منها الأمة، سلسلة من المشاكل كلها منبثقة عن غياب الإمام الراشد. طيب، بداية نريد أن نعرف منك، يعني في الحديث عن وسائل الإصلاح وقلت أنه يجب على الأمة أن تبذل كل الجهد وكل المهج في سبيل إقامة الإمام الراشد، كيف يعني يتحقق ذلك؟ الوسائل، ما الخطوات التي ينبغي أن يقوم بها المسلمون حتى تتحقق لهم هذه الغاية النبيلة؟ هل حضرتك تريد أن أتكلم عن المجالات أم عن وسائل الإصلاح؟ لا، أنا قبل وسائل الإصلاح أريد المجالات، ما الذي ينبغي أن وحبذا لو ندخل مباشرة، لأن الوقت يضيق علينا ولدينا الكثير لنتحدث فيه في هذه الحلقة. مباشرة رقم واحد في إذا أردت الإصلاح، يبقى رقم واحد الإصلاح السياسي، لأن الإصلاح لا يكون قبل التمكين أبدا، هذا مستحيل. قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال جل جلاله: وإنا مكنا له في الأرض، يتكلم عن ذي القرنين، وآتيناه من كل شيء سببا. وقال جل جلاله: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. وقال جل وعلا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. إذن فلا إصلاح قبل التمكين، إذا الإصلاح السياسي، أعني الإصلاح السياسي. طيب، هذا لو تحدده لنا، يعني كيف يكون الإصلاح السياسي في هذه الأمة التي ستنبثق عنه كل الفضائل بعد ذلك؟
ايوه نعم، الاصلاح السياسي كما ذكرت وكررت وعدت واقول ان تنصبوا الخليفه الراشد فقط، ان تنصبوا هذا، اوقفوا الدنيا كلها يا قوم حتى تقيموا هذا، اوقفوا كل حياتكم حتى لكن أليس الخليفة الراشد بعثا ربانيا؟ ولذلك نحن سنذكر بعد ذلك ان جهود المصلحين لن تضيع، انت يجب انا وانت يجب علينا العمل، اما الثمره والنتيجه هذا العمل ما هو هذا العمل؟ هذا العمل الإصلاحي ما هو؟ ايوه على حسب، هل تريد اصلاح الناس ام تريد اصلاح يعني كما سميته، هل تريد اسلمه الناس ام تريد اسلمه الحب؟ ان كنت تريد اسلمه الناس فوسيلتها الدعوه بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمر رب العالمين سبحانه، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لكن الناس تفعل هذا منذ لكن الناس تفعل هذا منذ قرون دكتور، بالحكمة ولذلك والموعظة الحسنة. لن ينصلح لهم شيء، لن يتم لهم شيء، ولذلك الثانية، لأن الأولى مرتبطة بالثانية. وأما إذا أردت بالإصلاح أسلمة الحكم فهذه لا وسيلة واحدة لا ثانية لها، حددها ربنا بالجهاد جل جلاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين في كله ويكون الدين في الأرض لله سبحانه وتعالى. ومعنى الدين أي الحكم، فالحكم لله هذا ملكه، يحكمه الله. لماذا يحكمه إبليس يا أخي؟ من حكم في ماله فما ظلم، المثل البلدي والسائر بين الناس تقول هذا، من حكم في ماله فما ظلم، والأرض والسماء ملك الله تعالى وبعض ملكه سبحانه وتعالى، فلماذا يحكمه أعداؤه؟ طيب هل لهذا الإصلاح دكتور محمد، هل لهذا الإصلاح علاقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها؟ لا، هو أنا يعني متردد ولست على ثقة من ثبوت هذا الحديث، صححه الألباني في السلسلة رحمة الله عليه، وهو عندي ليس مردودا لسنده، فسنده حسن، إنما هو مردود لمعناه، فمعناه لا يثبت يا أستاذ جهاد. نحن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث منذ، حتى يعني دكتور حتى لو صححه اثنان من كبار أئمة الحديث في تاريخ الإسلامي مثل السخاوي والألباني، ما هو احنا مش بياعين ترمس يا أستاذ جهاد، أنا بتكلم بالعلم اهو، فيكم البركة، تفضل دكتور. بنقول إن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم منذ 1400 عام، لكن إذا فنحن نحتاج 14 مجددا، أين هم؟ كل طائفة يا أستاذ جهاد ادعت أن إمامها هو المجدد، بالله عليك يبقى ده دين؟ يعني أنت تخضع الحديث إلى المنطق؟ لا، هذا ليس منطق، هذه شريعة، هذا ليس منطق، هذا الذي أتكلم به الآن هذا شريعة. وعند المحدثين يا أستاذ جهاد أن الحديث يرد إذا كانت فيه علة، وعلة الحديث هنا مخالفته للواقع، الواقع يكذبه، نعم الواقع يرد. ليس عندنا 14 مجدد، هذه واحدة. الثانية أن كل طائفة ترفع راية وتقول هذا مجددنا، الذي ينطبق عليه الكلام فقط بلا خلاف هو سيدنا عمر بن عبد العزيز فقط، فيما عدا ذلك الإمام الشافعي الله يرضى عنه رغم ما قدمه للمسلمين من علم وقواعد ضبط بها الفكر كثيرا، إلا أنه ليس مجددا، لأنه ما الذي صنعه الإمام الشافعي بالقواعد والعلوم التي أسسها؟ يا أستاذ جهاد ليس عندنا أحكم من كلام رب العالمين، وليس عندنا أظهر ولا أبين من كلام رب العالمين، مش كلام الشافعي. فإذا كان كلام رب العالمين لا فائدة منه من غير السلطان، فما بالك بكلام الشافعي إذا لم يكن معه سلطان؟ إذن أنت تحصر الإصلاح بالحكم. أيوة نعم. من الذي يقوم بالإصلاح إذن؟ هو الحاكم فقط الذي يقوم بالإصلاح هو الإمام الراشد؟ هذه سنة الله في هذا الدين يا أستاذ. طب لحظة دكتور، حتى أفهم ولا يلتبس علي الأمر، أنت قلت أن المسلمين الآن يجب أن يقوموا بالإصلاح وهو نصب الإمام الراشد،
طيب أيوة نعم. الإمام الراشد هو أيضا بعد ذلك يصلح، إذن هذا معناها هناك إصلاح دون الإمام الراشد، وهو إصلاح حوام المسلمين وعلمائهم نحو تنصير هذا الإمام. ما هو أنت لسه حضرتك رادد على هذه الفكرة، الناس بتدعو بقالها قرون من صلحتش. انظر إلى الحركات الإسلامية ودعوتها، وهذه حركات إن شاء الله مباركة ومأجورة في الجهد الذي تقدمه في دعوة الناس، لكن انظر إلى المنحرفين عن الإسلام والذين يعني استجابوا لنداءات هؤلاء الناس، وانظر إلى الإفساد الذي قرره المستبدون حينما آل إليهم السلطان، وانظر إلى إصلاح عمر بن عبد العزيز. إن الذي صنعه عمر بن عبد العزيز في 29 شهرا يا أستاذ جهاد كما قال ابن كثير يفوق بركته ما يحدث في 29 قرنا، واخد بال حضرتك؟ فلذلك قال هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، والناس تبع لقريش، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وفي حديث الإسراء والمعراج المتفق عليه: لو أنك اخترت الخمرة لغوت أمتك، لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم اختيار اللبن والعسل والماء والخمر، فاختار اللبن، فقال له جبريل: لو اخترت الخمرة لغوت أمتك. ما علاقة إغواء الأمة باختيار النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنه إمامها، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. نعم. طيب يعني أنت تقول يعني واجب الإصلاح الأول على المسلمين هو نصب الإمام الراشد، والإمام الراشد هو بعث رباني، هو اختيار رباني من الله سبحانه وتعالى. طيب يعني كيف يتم الإعداد والتحضير والتجهيز لإقامة الإمام الراشد حتى تنصلح هذه حال هذه الأمة؟ هذا ليس خفيا ولا خافيا على الناس. سبق علماء أجلاء كبار أسسوا لهذا وقعدوا له، ولكن مع مرور الزمان انحرف الناس عن سبيلهم وانحرفوا عن طريقهم، فضاعت منهم الغاية وتاهوا عن المقصود، ولذلك لم يحققوا شيئا. لا أصلح الناس ولا أسلم الحكم، لا أسلم الناس ولا أسلم الحكم، إنما كان يعني النتائج على ليست مواتية للجهود والأعمال. فلا، الأمور واضحة مثل الشمس وهي قريبة من المسلمين يستطيعون. هل أفهم من كلامك أن المسلمين يعيشون منذ تقريبا 1300 عام، منذ ما بعد مرحلة عمر بن عبد العزيز حتى يومنا هذا، في حالة فساد وبعد عن الإصلاح؟ يعني متفاوت. ايوه نعم صحيح، كلامك صادق لكنه متفاوت. يعني مثلا التفاوت، عندنا مرحله الخلافه الامويه والعباسيه والعثمانيه، هذه مراحل طيبه لكن فيها فساد، غيبه الامام الراشد فيها، واخد بال حضرتك؟ انما بعد سقوط الخلافه الان يعني لا تستطيع ان تحدث مقارنه بين فترة الخلافة الأموية والعباسية والعثمانية بهذه فترة الحكم الجبري. وإذا قارنت فترات الخلافة الغير راشدة بفترة الخلافة الراشدة ترسب الخلافة غير الراشدة، إنما إذا قارنتها بفترة الحكم الجبري تنجح وتفوز الخلافة غير الراشدة، لأن فيها خيرات وبركات كثيرة رغم ما فيها من فساد كان يحتاج إلى إصلاح. نعم صحيح. طيب هل قدم الإسلام منهجا واضح المعالم محددا للإصلاح؟ أيوة نعم. حدثنا عنه من فضلك دكتور. منهج الإسلام في الإصلاح، أنا قلت رقم واحد الإصلاح السياسي، رقم اثنين أن يقيم الناس اعتقاداتهم وتصوراتهم على شريعة الله وفق القرآن والسنة وليس وفق كلام الناس. كلام الناس مرآة لفهم النصوص الشرعية وليست شريعة موازية. الثانية إيجاد الرؤية المستقبلية الشاملة القويمة أحدثها الإسلام، بيّنها الإسلام، المبنية على الشريعة والمؤسسة على الإسلام تأسيسا صحيحا، واخد بال حضرتك؟ وهذا واضح جدا في الدين، وواضح جدا عند وكتب فيه، يعني هذا ليس جديدا، أنا لا أقول كلاما جديدا، إنما كتب فيه الناس كثيرون، واخد بال حضرتك؟ الإصلاح إيجاد الحاضنة، حينما نقوم بالإصلاح السياسي سيقوم الإصلاح السياسي بإيجاد الحاضنة الصحيحة التي تحتضن الناس المسلم والكافر على حد سواء،
فمشكلة الكفار أنهم يعني أرعبوا من الإسلام إرعابا، وهذا خطأ، لأن الإسلام حينما يقوم سيحتضن المسلم والكافر، كل بضوابطه وكل بشروطه وكل له يعني حقه فيه، لأنه سيكون من رعايا الدولة الإسلامية، فلذلك له فيها حقوق وعليه فيها واجبات. أما المحارب فهذا أمر آخر، لكن الإصلاح السيادي هذا يحدث للناس حاضنة تجمعهم، ثم تقوم بالدعوة وحماية المحارم الإلهية، ألا إن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله في أرضه محارمه، لا تصان هذه المحارم في غيبة الإصلاح السياسي، كما لا يصان الإصلاح الاقتصادي في غيبة الإصلاح السياسي، كما لا يصح للناس إصلاح اجتماعي ولا خلقي في غيبة الإصلاح السياسي، لا يصح للناس. ولذلك الإصلاح السياسي سيهيئ للناس البيئة الصالحة التي تحتضنه محضنا سليما صحيحا، يشمل المسلم ويشمل الكافر على حد سواء، لا كل واحد منهم تيار. نعم، لكن في سياق الحديث عن المنهج دكتور محمد، لابد من أسألك عن الوسائل. وسائل الإصلاح في الإسلام هل هي قضية منصوص عليها، موقوف عليها، أم أنها تركت لاجتهاد أهل كل زمان ومكان؟ دكتور محمد؟ نعم، سمعتني؟ أيوة نعم سمعتك. تفضل. أنا أقول وسيلة الإصلاح تختلف باختلاف الغاية، وإذا كانت الغاية هي الإصلاح السياسي حددها ربنا تعالى بالجهاد في سبيل الله، وإذا كان الإصلاح أو بالشورى ثم ترك الله تبارك وتعالى آلية الشورى تحددها الأمة، نحن ليس عندنا إشكال أن يكون الخليفة إلى الممات أو له فترات، ليس عندنا إشكال أن يختار من الشعب أم من جماهير الناس أم من النخب وأهل الحل والعقد، ليس عندنا إشكال في هذا، المهم الأمة هي التي تقرر، الأمة هي التي تحكم نفسها في هذا، لأن الله هو الذي أعطاها هذا الحق. فلا يصح أن كيف يعني الأمة هي التي تحكم نفسها في هذا، بمعنى كيف هذا المعنى؟ الأمة التي تحكم نفسها أم الشريعة وهي التي تحكم الأمة؟ ما هي الشريعة، هي أنا قلت إن لأن الله هو الذي أعطاها هذا الحق. الله سكت في هذه الدائرة وقال للأمة أنا فرضت عليكم الشورى، طيب يا رب كيف نطبق الشورى؟ قال اتفقوا أنتم. هل هي عن طريق أهل الحل والعقد، عن طريق الجماهير العامة، عن طريق صناديق الاقتراع؟ الذي الوسيلة التي تتفقون عليها هي الوسيلة الشرعية الملزمة. نعم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ولو كنت مؤمرا أحدا من غير مشورة المسلمين، ده سيدنا النبي اللي بيقول لأمرت عبد الله بن مسعود، واخد بال حضرتك، وسيدنا عمر رضي الله عنه كما في البخاري يقول وأيما رجل بايع رجلا من غير مشورة المسلمين فلا يبايع لا هو ولا الذي بايعه تحلة أن يقتلى، يعني لا 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 يمكن هذا المبايع من سدة الحكم ولا من بايعه، وإن أصر قتل. واخد بال حضرتك، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، وفي رواية اقتلوا الآخر. إذا فالقضية عندنا هل البيعة هذه تتم والشورى تتم بآلية الصناديق؟ والله إذا الأمة اتفقت على هذا، نعم، إذا هي التي حددت. فالأمة الوسيلة التي تحددها هي الشرعية، ومن مفاخر الإسلام أنه لم يحدد للأمة هنا وسيلة لاختلاف الزمان واختلاف الناس واختلاف واتساع الرقعة، فما يصح في زمان قد لا يصح في غيره. يعني الخلفاء الراشدون كان الخليفة منهم يمكث في الحكم حتى الممات، هذا غير ملزم. نعم هذا غير ملزم. نعم. طيب أنا أريد أن أسألك بعد الفاصل دكتور عن
مقاصد الإصلاح والأثار عن مقاصد الإصلاح والأثار المترتبة على فعل الإصلاح وقيمه وجودا وعدما، لكن ليس قبل أن نذهب إلى هذه الوقفة الأخيرة. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الفاضلين. دكتور محمد، يعني عطفا على ما ذكرته قبل قليل، فقط هو سؤال استنتاجي، يعني أفهم من كلامك أن كل دعاوى الإصلاح التي تشهدها الأمة والتي هي تأتي في سياق الاستجابة لضغط الخارج، لمحاكاة العولمة، لمحاكاة الحداثة حتى يستقيم أمر الإسلام مع هذه الحضارة الحديثة وكذا، هذه هدر يعني تسير في غير مكانها ولا قيمة لها من الناحية الشرعية. صحيح، نحن أمة ميزها الله عز وجل بشريعتها يا أستاذ جهاد، وحفظ شخصيتها وحفظ شخصيتها وحفظ كيانها بهذه الشريعة، فلا صح لها أن تقلد الغرب أو الشرق أو هذا أو فلان أو علان فيما ألزمها الله عز وجل به، إنما لا حرج أن 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 يعني تنتفع بخبرات الناس فيما سكت الشرع فيه، لا حرج في هذا. فإنما أن تأخذ كل ما عند القوم بعجره وبجره ورجيعه ونجيعه وحبائله وثعابينه بلا تمييز ولا تفريق، هذا خبل. إنما قصدته دكتور، يعني يجب أن يكون الإصلاح منطلقا من إرادة إسلامية ذاتية وليس استجابة لضغط الخارج وطلبه. أيوة صحيح، كلامك جيد يا أستاذ جهاد، وهذا حقيقة الدين. أنا طبعاً أنا أسأل ولا أتبنى، أنا هنا فقط محاور وأسأل ولا أتبنى، ويعني جنابك تقرر وتصوب لي إن كنت مخطئاً، لكن ماذا عن مقاصد الإصلاح؟ يعني لماذا الإصلاح في الإسلام؟ ما الغايات والمقاصد التي يسعى الإسلام إلى تحقيقها من وراء فعل الإصلاح؟ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. مقاصد الإصلاح يا أستاذ جهاد كما بينها رب العالمين سبحانه وتعالى، الإصلاح إيجاد بيئة صالحة ومحضن طيب تنمو فيه حياة المسلم على وفق ما أراد الله عز وجل وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود، ومحضن صالح لتنمو فيه حياة المسلم، وهذا كما ذكرت وكررت لا يكون أبدا إلا بالإصلاح السياسي، لأن الدعاوى الإصلاحية من غير سلطان ستهدم بلا شك، وأصحاب السلطان لن يدعوك تنازعهم في ملكهم ولا تنازعهم فيما هم فيه، ومنازعة صاحب السلطان من غير مؤهل جنون. ثانيا قلت استدامة الحياة واستدامة المعاش والمعاد على سنن الله رب العالمين، ليس على أهواء الناس ولا على فلسفاتهم ولا على نظرياتهم، تحقيق أسلمة الحكم وأسلمة الناس التي جاء الإسلام من أجلها وجاء الله عز وجل بكل الشرائع من أجلها، كما في حديث ابن مسعود رضي الله تبارك تعالى عنه قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. الحديث، وفي حديث أبي عنبة الخولاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا
يستعملهم في طاعته. هذا الغرس هو الذي يمكنه الله عز وجل ويجعل له السلطان ويجعل إليه الإصلاح ويفوضه في هذا، يفوضه لا حتى لا يفهم الناس قطعا أن هذا الإمام يحكم بما أراد، إنما ده ربنا قال لسيدنا النبي وليس للإمام: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولم يقل له بما ترى. فهذا ليس للرسول صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى ليس لمن هو أقل منه ولا يساوي فيه مسمارا في حذائه صلى الله عليه وسلم، وليس لمن لم يتمتع بما تمتع به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العصمة والوحي وخبر السماء. فلذلك نقول إن هذا مقصود الإمام. الصوت يصل؟ نعم يصلني يعني دكتور، تفضل. إن هذا الإمام رغم أننا نقول إنه مفوض، لكن ليس مفوضا مخولا يفعل ما يشاء أو يحكم بما يرى، إنما يحكم بما يؤمر، كما قال إسماعيل لأبيه صلى الله عليهما وسلم: يا أبا تفعل ما تؤمر. فالفرق بين هذا الإمام وبين غيره أنه كما قال عمر بن عبد العزيز في بداية خلافته: إني متبع ولست بمبتدع. هو يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الذي لا يتبع رسول الله في هديه حتى في الحكم والسياسة والإدارة والنظم يخرج من دائرة الرشد، ولو كان يحكم الكرة الأرضية. نعم. إنما يبقى الإمام راشدا ما اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤالي قبل الأخير دكتور، وألتمس منك الاختصار، لم يعد هناك إلا القليل من الوقت، يعني هل قام المسلمون منذ ما بعد مرحلة عمر بن عبد العزيز، هل قاموا بواجب الإصلاح تمهيدا لقيام الإمام الراشد؟ وما الأثار؟ والسؤال الأخير هو طبعا مركب سأدمجهما، الأثار المترتبة عن تقاعس المسلمين على القيام بواجب الإصلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قلنا إن الآثار الوجودية والإيجابية للإصلاح هي استقامة معاش الناس ومعادهم وإصلاح دينهم ودنياهم، فإن الآثار السلبية ضد ذلك: فساد معاش الناس ومعادهم، وانتشار الفوضى، وغيبة الشريعة، وفساد التصورات والعقائد. لكن الذي سألت فيه يا أستاذ جهاد عن التاريخ الإسلامي وغيبة الإصلاح، هي غاب الإصلاح. وهذا نقول لم أسمع دكتور، معذرة، لم أسمع. سألت عن غيبة الإصلاح في التاريخ الإسلامي. نعم. أيوة نعم، غاب الإصلاح في التاريخ الإسلامي، غاب الإصلاح السياسي، غاب بعد عمر بن عبد العزيز. نعم، حصلت سطوة على الحكم، سطوة جبرية. ما يعني لا، أنا الذي سألتك عنه دكتور، سألتك عنه منذ في مرحلة ما بعد عمر بن عبد العزيز، هل قام المسلمون بالإصلاح وسعوا إلى تنصيب الإمام الراشد أو لتهيئة الظروف لقيام الإمام الراشد؟ لا، أنا لا 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 لم أرصد في التاريخ الإسلامي لهذه حركة، إنما رضي الناس بالأمر الواقع وسكتوا به، ولذلك يعني لهم كلام في هذا عجيب وغريب. يعني أنا يلزم من كلامك هذا أن الأمة، يعني حسب ما فهمت وأرجو أن تصحح وتصوب لي، أن الأمة يعني منذ 1300 عام آثمة، وربما هذا يتعارض مع الإجماع الذي اتفق عليه العلماء بأن هذه الأمة لا تجتمع على إثم أو على باطل. الأمة لا تجتمع على باطل، هذا صحيح، لكن الأمة ما إذا غاب الإمام الراشد غاب معه معنى حقيقة الأمة. إذا غاب الإمام الراشد غابت معه حقيقة الأمة، ولذلك تجتمع على باطل، واجتمعت على باطل في عصور كثيرة، ولا أدل على اجتماعها على الباطل مما نحن فيه الآن. طيب بدقيقتين دكتور، يعني ماذا يمكن أن تضيف تزيد على موضوع الحلقة مما لم نسأل عنه بدقيقتين؟ نعم، الذي أريد أن أقوله: من يريد الإصلاح لا بد أن يصلح تصوراته أولا على وفق ما أراد الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح عقائده، وأن يحدد
العلة وأن يحدد لها الداء وفق ما أراد الله، إنما ليس وفق ما يتصوره الناس بعقولهم. هل هم متأثرين بالليبرالية، بالعلمانية، بالثقافة الغربية، بالثقافة الشرقية؟ لا، كل هذا ضد الإصلاح ولن يجدي شيئا في طريق الإصلاح أبدا. وعلى المسلمين، أفراد المسلمين، أن يعوا هذا الكلام وأن يستنطقوا كتاب ربهم جل جلاله في هذا الميدان، فسوف يجدونه واضحا كالشمس لا غبار. لا يستمعون إلى كلام أحد الناس إلا إذا كان موافقا لقول ربنا في هذا الباب، والله أعلم. وتصحيح تصورات، يعني هذا موضوع مهم ربما نفرد له حلقة مستقبلا، لكن ربما يحتاج إلى ملكات وأدوات ربما كثير من المسلمين لا يملكها. سنتبين هذا الأمر حينما نطرحه في ختام هذه الحلقة. أشكرك دكتور محمد أنور البيومي، أستاذ الحديث في جامعة الأزهر. كل الشكر لكم مشاهدينا الكرام، في حراسة الله.